مرحبا، اهلا وسهلا فيكم وكل عام وانتم بخير. اليوم نصف رمضان، ان شاء الله تظل الايام الباقيه كلها خير وبركه، وينعاد عليكم هذا الشهر بالخير والبركه، وان شاء الله يعم السلام والامن على جميع احبائنا حول العالم، ويبعد عنا ربنا الوباء، خاصه واحنا اللي شايفين الاعداد عم تتزايد وناس كثير عم نفقدها لاسباب فيروس صغير للاسف دمر العالم. في كل حلقات الصيام والصحة دائما بتحدثوا عن شو نأكل وشو ما نأكل وشو نشرب وشو ما نشرب وليش نأكل هاي وليش ما نأكل هاي، ومش لازم نتقل بالأكل، ومن الحكي اللي بنسمعه كثير طبعا خلال شهر رمضان، وإحنا عملنا حلقات عنه لأنه إشي مهم جدا إنه الواحد يحاول يريح جسمه بهذا الشهر، وإنه يساعد جسمه على إنه يوصل ل مرحلة ديتوكس أو تنظيف للجسد ويستفيد من هذا الشهر. لكن للأسف أنا برجع بحكيها إنه الحالة النفسية أو الوضع النفسي للصائم قليل ما يتحدث عنه أي شخص في برامج تخرج سواء على التلفاز أو على السوشيال ميديا. عشان هيك اليوم قررنا بهذه الحلقة نتكلم عن الحالة النفسية للصيام، سواء للصيام إخواننا المسلمين أو لإخواننا المسيحيين بشكل عام. الحالة النفسية بالصيام ليش بيصير في تغيرات نفسية وفسيولوجية وأسبابها، وكيف ممكن إحنا نتغلب عليها. معنا اليوم ضيفنا العزيز الدائم صاحب البسمة التي جميعا تحبونها، دكتور منير قاقيش. بنرحب في دكتور منير، أهلا وسهلا فيك على شاشة كنار تي في. هلا دكتور جمال، وكل عام وانت بخير، وكل عام والجميع بخير، مسيحيين ومسلمين. الحلو اليوم انه هاي الايام صيام عيد الفصح وصيام رمضان في فتره واحده، وهذا اللي بيخلينا نحكي عن الجهتين وعن فوائد الصيام عند الجميع. يعني ممتاز ممتاز. اول شيء طبعا بشكرك على اعطائنا هذا الوقت من وقتك والتحضير للحلقات، واحنا عارفين قديش باخذ جهد، وبدي أبارك لك أيضا بأعياد الفصح، إن شاء الله تنعاد عليك وعلى جميع إخواننا المسيحيين بالخير والبركة يا رب، وعلى جميع حتى على الكل إن شاء الله طبعا. تكون الأيام كلها بخير وبركة إن شاء الله. إن شاء الله، الله كريم، إن شاء الله إن شاء الله. دكتور، السؤال الأول اللي بيطرح نفسه دائما، كيف الصيام بيأثر على حالتنا النفسية؟ يعني أكيد بيصير تغيرات، يعني خاصة بنشوفها في أول الصيام، خلينا نتكلم عنها شوي. زي ما حكيت أنت في البداية، موضوع إزالة السموم من الجسم نتيجة الصيام. أكيد طبعاً هلأ سواء الصيام عيد الفصح الأربعيني أو الخمسيني، هو من 40 إلى 50 يوم، أو رمضان، فوائد جمة إذا إحنا صمناهم حسب الأصول واتبعنا التغذية السليمة في الصيام، فراح نكسب شغلات كثيرة. في الصيامين في عنا طبعاً مضادات الأكسدة زي ما حكيت أنت، في عنا بهاي الخضار والشغلات اللي كلها بتحتوي على مضادات الأكسدة، في عندك نبتعد عن الأملاح والصوديوم، نزيد البوتاسيوم بالخضار، لما احنا منكثر الخضار منحافظ على سكر الدم، منحافظ على الكوليسترول، منحافظ على وزننا. طبعا احنا هذا بنحكي عن صيام على أصوله، يعني صحيح. مش صيام الموائد والعزائم والمناسب، هذا بطل الصيام، خلينا. أما إذا بدنا الصيام المضبوط هيك. لكن بالنسبة للصيام عيد الفصح، بحب أنوه للصائمين إنه إله مخاطر إذا الواحد ما اتبع الصيام الصحيح والتغذية السليمة، لأنه أنت لما تبتعد عن كل المشتقات الحيوانية، اللحوم، الأسماك، الدجاج والحليب ومشتقاته، هذه كلها ممنوعة خلال الصيام، وهذول من 40 إلى 50 يوم، مش قلال، يعني 100% إذا واحد ما دار باله راح يسوي له مشاكل صحية. من الشغلات اللي بتصير والأضرار اللي بتصير بصيام الفصح، في عنا نقص البي 12 بيصير، في عنا نقص دي، فيتامين دي بيصير، عنا نقص الثيامين بيصير، عنا نقص الكالسيوم بيصير، عنا نقص الزنك، أملاح كلها، الحديد كثير مهم كمان، كل هاي الشغلات بتصير نقص نتيجة نقص كمان الأحماض الأمينية، لأنه ما في بروتينات، ما عم نأخذ بروتينات. فبدنا الشغلة المهمة للصائمين لعيد الفصح ينتبهوا إنه بأكلهم بدهم يدوروا على المصادر اللي يعوضوا فيها النقص اللي بصير، سواء بفيتامين دي ولا بي 12 وغيره، يدوروا مثلا يركزوا على فول الصويا فرضا، الخوخ، المشمش،
المجفف، الفاصوليا، المكسرات، هذه بتحوي البقوليات، بتحوي على تعوض يعني الحبوب الكاملة بتعوضهم. ياخذوا مثلا مشان الكالسيوم، في نقص كالسيوم، يعوضوها مثلا ما فيش لحوم، ما فيش أسماك، فمجبورين يعوضوها بشغلات تانية اللي هي الخضار الورقية، عصير البرتقال بيقدروا يستعملوه، في عندك الخضار الورقية كلها الملفوف، هذه كلها بتقدر تعوضهم. وفي عندنا الزنك يعني اللي هو مهم جدا لجهاز المناعة، بدنا نحافظ صحيح. عليه، بندور على فول الصويا، بندور على حليب الصويا، المكسرات، شغلات الطحينة والهاي، هاي كلها ممكن تعوضنا بالنقص اللي بصير. فقديش في فوائد للصيام؟ طبعا اكثر كثير من المضار، طبعا ما فيش مضار سوى هاي الشغلات، انه الانسان اذا ما التزم يعني بتغذية جيدة، بتغذية سليمة، ممكن طبعا يتعرض لهالمشاكل. لكن احنا أنا سواء برمضان او بهذا احنا عم نحسن شغل القلب، لانه ريحنا الجهاز الهضمي، الجهاز الهضمي، القلب بيعتمد على الدورة الدموية، بتعرف الجهاز الهضمي لعملية صحيح. الهضم، فاحنا ريحنا وعدلنا الكوليسترول وعدلنا كل الشغلات، حتى السكري بتعدل اذا واحد صام ومشي بالتغذية على اصولها. اللي هي زي ما ايش بيحكي بدك تحكي؟ عفوا انا قول بعقلك ايوه بالضبط، قول بتف... هذه اساسيه. هو طبعا صوموا تصحوا، لكن في اقوال كثيره، مثلا طعامكم دواءكم ودواءكم في طعامكم، لا ابو قراط يعني. وما صحيح. بدنا لا تاكل، مش بدنا ناكل احنا حتى يعني، بتاكل مشان تعيش ولا بتعيش مشان تاكل يعني. فبدنا نراعي كل الظروف، هاي الشغلات نكون يعني واعيين، لكن ايش بدنا ناكل. اما اذا بدنا نحكي عن موضوع الحاله النفسيه، طبعا ما تنسى انه بصير بالصيام، خاصه اول ايام بصير اضطرابات بالهرمونات وتغيير بالهرمونات بشكل عام، يعني بصير خربطات بالهرمونات خاصه اول ايام، بس بعدين بصير ترجع لوضعها الطبيعي الهرمونات لما تتخربط. لكن بالبدايه راح تكون صعبه لما يتخربط هالهرمونات، عندك الدوبامين والكورتيزون والادرينالين، كلها هرمونات بتلعب دور كمان بالنسبه للنقلات العصبيه، وبتخلي مود الواحد تعيس، مزاجه عكر الى ما هنالك، بتصل معاه دائما لهون، يعني دائما منرفز، دائما معصب، بتمر على كل واحد، هي مش بايده غصب عنه، نتيجه الخربطات اللي صارت من الهرمونات واللي هي بتتعدل. لكن اذا هو يعني اخذ الصيام من ناحية روحانية، مفروض تساعده هاي الشغلة على انه يهدي، وانه يحاول قد ما يقدر يعني يسيطر على نفسه وعلى اعصابه. كان متعود على شرب القهوة كثير، كان متعود على الدخان، هاي الشغلات طبعا حطته بمواقف صعبة احيانا، يعني ممكن مرات تكون تصرفات محرجة للواحد يعني لما بده يصوم، عرفت. طيب فالشغلات النفسية، إذا بتحب نحكي عن الأمور النفسية، طبعا والله يا ريت يا دكتور. يس جرى دراسات كثيرة على الأمراض النفسية، ومش كل المرضى النفسيين بيقدروا يصوموا، ومش كل المرضى النفسيين ما بيقدروا يصوموا، يعني كثير من اللي بيعانوا، بلاش نسمي مرضى نفسيين، اضطرابات نفسية خلينا نسميها، اللي بيعانوا من اضطرابات ممكن كثير، مثلا الاكتئاب الخفيف والمتوسط بيقدروا يصوموا، الوسواس القهري بيقدروا يصوموا، لكن إذا أخذنا ثنائي القطب ممكن يكون صعب عليه، لأنه خاصة إذا بيكون بالذروات سواء بالكآبة أو بالفرح تبعه، فممكن طبعا هاي الذبذبات تتغير وتسوي له مشاكل، خاصة إذا بتجيبه النوبات. في عندك كمان المرضى الفصامي، فصام الشخصية، وفي عندك الاضطراب الوجداني، هذول من الصعب انك تصومهم، او حتى من الصعب انك تاخذه على الصلاة معك، لانه ممكن تجي نوبات ويخرب على المصلين ويعمل شوشرة هناك والى ما هنالك. لكن جرت دراسات على كثير من المرضى في جامعات عربية وجامعات أوروبية على المرضى هذول، وخاصة مرضى البايبولر، الثنائي الوجداني، وفي الواقع صار نسبة الانتكاس فيهم من 40 ل 47% تقريبا، انتكسوا خلال الصيام، من الصيام، ونسبة كبيرة منهم قدروا يصوموا، نسبة كانت يعني مستوى التعب عنده يعني مقبول، يعني قدر يتحمل. فدراسات كثيرة انعملت على الصيام وعلى
على الشغلات هذه، وكثير مهمة لأنه أنك تعمل دراسة عليهم، لأنه المريض النفسي يعني يمكن ما يكون بوعيه أنه يقدر يعني يعرف الفائدة أو الضرر اللي راح يجيه لو صام، خاصة هلأ في عندنا الأدوية مثل أدوية الاكتئاب مثلا كنت اللي أسأل عن تحتوي الأدوية على يس. بالضبط. هلأ كل الناس يعني كل رمضان قبل رمضان أسئلة بتجينا من نفس المرضى ونفس الشيء، نفس الأسئلة بتتكرر كل سنة. طبعا إحنا ما بنفتي، إحنا بنحكي من ناحية يعني صحية، يصوم أو ما يصوم المريض، وإحنا دائما بنقول قرارك بالصوم خذه مع طبيبك يعني، ونترك الموضوع الديني في الفتوات له، هذه شغلة تانية. لكن من ناحية طبية إحنا بنقدر مع المريض أو الطبيب مع مريضه أنه يأخذ القرار بأنه هذا الإنسان بيقدر يصوم أو ما بيقدر يصوم. فلذلك دائما الأسئلة موجودة باستمرار من الناس عن الأدوية، أخذ أدويتي، كم ما أخذ الأدوية، بتعرف بتحير، لأنه هو بأخذ 4 مرات باليوم الدواء مثلا، أو بأخذ صحيح مرتين باليوم. هلأ صيام 17 ساعة و16 ساعة و18 ساعة، ما في دواء بيغطي هالفترة الزمنية هذه، إلا أنه مثلا في بعض العلاجات اليوم، الأدوية النفسية، صاروا يستعملوا الحقن اللي بتعطي فترة علاجية ل3 أسابيع و4 أسابيع يعني. فهي بتخفف على المريض إذا حالته، وحاب هو طبعا يصوم يعني، بدك كمان تاخذ شغلة مهمة، إنه مرات إجبار الأهل للمريض هذا غلط، لأنه كثير من أهالينا من الخجل مثلا قدام الناس بدوش ابنه مثلا يفطر، أو الجيران يشوفوه بدخن، أو القرايب، تعرف كيف وضعنا الاجتماعي يعني بيختلف. لكن هون لازم الأهل يراعوا، وخاصة إذا الأهل ما عندهم وعي بالناحية النفسية، لأنه ممكن أنت تصوم ابنه غصبا عنه ويجره للانتحار، لأنه خربت معه الحالة النفسية تبعه وتطورت معه المشاكل النفسية، فبالتالي تفاقمت حالته الصحية وممكن طبعا تسوء حالته. وهون طبعا صحيح إحنا ما بدنا نصل للتهلكة مشان نصوم، ربنا ما بيقول هالحكي، عرفت؟ أكيد فإحنا بدنا الأهل يكون عندهم وعي شو معنى الصيام وشو معنى المرض النفسي، بيقدر هذا الإنسان يصوم أو ما بيقدر يصوم، شو ممكن يصير عنده مضاعفات، خربطت الأدوية تبعه، خربطت الساعة البيولوجية تبعه، كل شيء تغير عليه، ساعات النوم تبعه تغيرت، هذه هذا شغلات مهم كثير دكتور، مهمة. لو تركز لنا على موضوع النوم، لأنه برمضان يعني ما في بالضبط حدا بيشمش نومه. بالضبط. هلأ هذول المرضى بالذات طبعا هو كان متعود بالنهار انه يشرب له 10 فناجين قهوه، متعود يدخن طول النهار، كثير من المرضى الاضطرابات النفسيه بيدخنوا وكافيين تبعهم شغال باستمرار بالقهوه والشاي وغيره. هلا انقطاعهم عنه راح يسوي لهم توتر، راح يسوي لهم مشاكل، لانه كان عايش على النيكوتين وكان عايش على الشغلات المسكنه هذه كلها، بالاضافه للدواء تبعه. هو دواء الاكتئاب، شو دواء الاكتئاب؟ هو بيحسن المزاج، بيحسن النقلات العصبيه، بيحسن مزاجه وتفكيره بالحياة، ما بيخلوه يفكر بالانتحار، بيخلوه يأخذ الحياة بإيجابية. فإحنا بدنا نحافظ على الدواء تبعه بالإضافة للشغلات اللي هو متعود عليها، فبدنا نسوي ليله ونهاره يعني، بدنا نغير الساعات إذا بالإمكان. راجع طبيبه قبل الصيام، هاي الشغلة مهمة، وبلش يجرب ويعمل تجارب على الصيام ولو لساعات قبل رمضان، عرفت؟ ياخذ تمارين حتى لمرضى السكري يعني، بنقول لهم انت راجع طبيبك وبلش اعمل تجارب اللي هم العشر الاوائل هذه اسمها مش هيك، قبل رمضان. فمنهم كثير كان يروح يحاول مع الطبيب، التعاون مع الطبيب، مع مراقبه السكري، مع مراقبه الادويه. بدنا احنا كمان نشوف، لانه لما نعمل دراسات، نعمل دراسات على الليثيوم، طبعا الدواء هذا كثير مهم للي بياخذوه، انه الصيام بيأثر على هذا الدواء، هو بيعمل جفاف بالكلى، فأنت لما تصوم مريض راح تدمر له الكلى، راح يصير فشل كلوي عنده 100%. فهذا اوكي بدنا نراعي انه طبيبه طبعا الاخصائي تبعه اما بغير له الدواء، لانه الليثيوم مهم جدا. مرات في بالدراسات اللي عملت لقوا مثلا انه خلال الصيام للصائمين وغير الصائمين يعني، اللي بياخذوا الدواء او ما بياخذوا الدواء، لقوا انه المعدل الليثيوم عنده معتدل، لكن الشغلات في شغلات اختلفت عن بعضها يعني، بالنسبه بين كل مريض ومريض يعني، الدراسات كل واحد من مرضى النفسيه والاضطراب النفسي حالته بتختلف عن الثاني. فهلا هون المعاناه بالصيام بالشتاء، الصيام
8 ساعات 10 ساعات هو ماشي حاله ما بيعطش. لكن الصيام بالصيف لما بتقولي 16 و18 ساعة الأدوية بطلت تتكفي. فهون النقطة إنه بدنا نخلي ساعات الليل هي ساعات النهار بالنسبة للتوقيت للأدوية تبعه، إنه يبلش مثلا ياخذها بعد الإفطار مثلا مباشرة، أو في إشي إذا بده ياخذه قبل الإفطار، وبعدين خلال ساعات النوم نقسم ساعات المساء اللي هي لحد السحور على أنها هي ساعات النهار ونقسم عليها الأدوية. هذا إذا كان المريض متعاون هاي شغلة وما بتيجي نوبات كثير. يعني مهم جدا إنه هذا المريض مش واصل لمراحل إنه انه هلا زي ما قلنا كثير مرضى ممكن يصوموا، ممكن مريض الصرع بيقدر يصوم إلا إذا وضعه، طبعا إذا كان وضعه مستقر وما بتيجي نوبات كثيرة. لأنه في برضه مرضى الصرع إذا جاع بيجي لاتاك، بيجي النوبة. فهذا بدنا نراعي إنه إذا كانت نوباته بعيدة بيقدر يصوم، لكن إذا شعرنا إنه بلش يرج أو بلش يسرح أو بلش هذا، حتى المرضى الاضطرابات العصبية إذا بلش مثلا نتيجة الصوم والجفاف والهذا بلش يحكي كثير، مثلا بلش مزاجه يتغير، بلش هذا، معناته تعرف إنه بلش عنده الانتكاسة. فبالحالة هاي بنقول له لا، كل اشرب مثلا، عرفت، حتى ما يقع، لأنه راح تيجي النوبة بعدين، يعني إذا احنا تركناه بهالوضع، عرفت. خاصة دكتور إنه بعض هذه الأمراض الخربطة في أوقات الأدوية ممكن تسبب خربطة كبيرة في الجسم في التيارات 100% الهرمونات. 100%. مشان هيك احنا بنقول له راجع طبيبك قبل الصيام وبلش على تجارب، بلش على تجارب تغيير ساعات الدواء. انه زي ما قلنا 16 دواء، ما في 16 ساعة ما بيشتغل الدواء 16 ساعة. في ناس مرضى نفسيين بياخذوا 4 مرات باليوم أدويتهم، وفي مرضى كثير منهم عندهم اضطرابات بيلتزموا بالدواء، يعني تلاقيه بياخذ أدويته بانتظام. فهذا طبعا نفسيا انت لما بتقول له بدك تبلش الساعة 6 المساء ومع الغروب تبلش تاخذ دواء، راح يشوفها بالبداية صعبة. كيف؟ ما انا متعود الصبح بعد الفطور، متعود الظهر، متعود العصر، متعود حبه قبل ما انام. طب الساعات البيولوجيه تغيرت، وتغيير الساعه البيولوجيه كثير كثير مهم بالحالات النفسيه والصيام. يعني معلش في شايف؟ سؤال من أحد الجمهور عن الحوامل، لو الحمل تحكي لنا شوي عن الحمل دكتور والصيام لو يا سريعا. كثير كثير مهم هذا السؤال. في الواقع يعني بالنسبه للحوامل خاصه ال3 شهور الأولى، يعني هذه النقطة كثير مهم علي نركز عليها. الست الحامل في أول 3 شهور بتعاني كمان من مشكلة الوحام اللي هي مصحوبة بعملية التقيؤ والمراجعة والدوخة. هذه ما بتقدر تصوم، لأنه إحنا هذه إذا صومناها قضينا عليها، يعني مش معقول نخليها تصوم لأنه ما راح تقدر. هلأ الست اللي زي هيك لازم تراجع طبيبها أول، تشوف انه ما عندهاش مشاكل تانية، مثلا مشاكل الغده الدرقيه، الحامل السكري بتقدر تصوم مثلا، بتخاف عليها من الغيبوبات، بتخاف عليها من المشاكل اللي ممكن تصير، ما تقدر تصومها خاصه اول 3 شهور. يعني احنا بنحكي بالذات اذا كانت صحتها سليمه، اذا كان كل شيء عندها ستاندر، الضغط السكري مش معرضة لارتفاع ضغط الدم مثلا، ما عندهاش مشاكل اللي بتصير من ارتفاع ضغط الدم، اللي في ستات بصير عنده ضغط الدم وتسمم الحمل من ضغط الدم اللي بصير، او سكر الحمل يعني كمان، هذول طبعا شغلة ثانية. بنقول لهم انتم هذول للحوامل هذول انه افطاركم لازم يكون يعني بطريقة مرتبة، انه تبلش على كاسة مي، كوب حليب، شغلات خالي الدسم او لبن، صحن شوربه، ترتاح، تبلش على وجبه غذائيه متكامله، يعني هيك تاخذ الشغله الغذائيه اللي فيها كل الاملاح والمعادن اللي بتلزم إلها وللجنين. مثلا تتجنب السمك الدهني او الاسماك اللي فيها الميركوريوم والزئبق، لان هاي ممكن كمان حتى تاثر على الاجنه. نتجنب المقالي، نتجنب الاكل الدسم هذا، لانه من الشغلات اللي بتزيد العيان عندهم، بتزيد الاضطرابات، وما بدها حتى لها تتجنب السكريات، لانه ما بدها برضه يزيد وزنها زياده عن اللزوم، خاصه مع الحلويات الرمضانيه اللي طبعا هي مبالغ فيها الحلويات الرمضانيه، لانه احنا لها بنقول مثلا او للاطفال اللي بدهم يصوموا ان نعطيهم بدال الحلويات، نعطيهم الحلويات الطبيعيه مثلا
الكريمات العادية، الرز الحليب، الشغلات القشطة الطبيعية خالي الدسم اللي سكرها قليل، أو تنحط لها محليات طبيعية اللي ما ناخذ من السكريات الكثيرة للطفل بالذات. يعني اللي احنا بنشوف طبعا هذا طبعا خارج عن الطبيعة، انه لما واحد بياخذ 5 6 حبات لطايف وشيء، هذا طبعا مبالغ فيه، وخاصة هلا بأيام الكورونا احنا كل معلقتين 3 سكر بناكلهم بضربوا لنا جهاز المناعة 50%. فما ادراك اللي باكله 4 5 حبات قطايب مليانات قطر، دي مصيبه. صحيح. فهاي الست الحامل اللي بدها تبعد عن المخللات كمان، الموالح، لانه ما بدها تعطش كمان بالنهار، لانه هاي ممكن تخرب بالنهار، بدها تصير بدها تعطش. لكن بنقول لها اذا حسيتي بالدوار بالنهار، او حسيتي بالعيان، او حسيتي برغبه بالتقيؤ او بالجفاف، لا افطري وبلشي على صيام، يعني على شرب السوائل وعلى شغلات خفيفه. مجرد ما حسيتي كمان انه في احساس بانه الوزن ما عم بيزيد او في تناقص بالوزن، برضه بنقولها لا تصومي، لانه في شيء غلط عم بيصير معاكي، لانه سوء تغذيه، يعني خلينا نعتبره بجزء نعم هي ما تعوض الصوم تبعها بالليل بهالوجبه. يعني في ناس عندك ما بتسحر، في ناس عندك ما بحب يضل نايم ما بتسحر، فهي اذا ظلت على وجبه الافطار وعلى هالكاستين مي والعصير اللي شربتهم، وباقي النهار بتطول كمان 15 ساعه بدون اكل، اكيد يعني راح صار جوع تؤدي، في الجسد. صار جوع وصار عندنا نقص بالوزن، او اذا ما صار نقص بالوزن يعني ظل الوزن زي ما هو ما زاد. فلا احنا بدنا يزيد الوزن، بدنا ندير بالنا عليهم. هم هذول يعني الحوامل بالذات، يعني بالاشهر الاولى يعني بدهم شوية رقابة، والأفضل تتابع الأخصائي تبعها قبل ما إنها يعني تصوم، يعني حتى ممتاز. تشوف إنه يا هل ترى غدتها الدرقية شغالة، السكري عندها منيح، ضغطها منيح، ما عندهاش أي مشاكل، حتى تكون على بينة يعني مع الأخصائي تبعها. دكتور منير، انت طرقت على وتر حساس جدا، موضوع الكورونا. تعرف احنا كان عندنا قبل الكورونا رمضان معروف، عزايم، طلعات، نزور نعم. بعض، نقعد مع بعض، ما في يوم كان يخلى من زيارات او خرجات او طلعات. الان مع الكوفيد طبعا للاسف كل هذا الموضوع طيب، فهل هذا بيأثر كمان على الحالة النفسية تبعت الصائم؟ 100% طبعا احنا قلنا انه الحبس اللي موجوده بشكل عام زادت حالات الاكتئاب، تضاعفت حالات الاكتئاب، وضاعفت الحالات لكل مريض اكتئاب سابق. يعني المرضى الاكتئاب زادت سوء حالتهم نتيجه الحبس اللي تعرضنا له، وخاصه الاطفال، صرنا نشوف هلا حالات كآبه في الاطفال. ف100% طبعا هذا الموضوع وارد، يعني لكن احنا يعني شيء انفرض علينا ومرض انفرض، وبايدنا احنا ان نحمي بعضنا ونتخلص منه. زي ما قلنا بالزمانات انه الفيروس كورونا ما له لا اجنحه ولا رجلين، احنا اللي بنجيبه واحنا اللي بنوديه. يعني يعني خلينا ناخذ مثال الصين. الصين التزمت الدوله والتزم الشعب، وهذا طبعا يعني في الواقع لازم نغار منهم على اللي عم نشوفه، لانه في الواقع يعني نسبة الإصابات عند 1 مليار من البشر ما بتتعدى إصابات الهند امبارح. ففي الواقع يعني هذا يعني بدل على قديش الناس عم تلتزم، وللأسف إحنا هون ما عم نلتزم، وأولادنا كثير ما عم بيلتزموا، الطلعات، الأعراس، الأفراح. يعني للأسف سمعنا امبارح إنه العراق وصل 1 مليون مصاب، وهذه طبعا أخبار يعني مش مفرحة، يعني زي ما شفنا الضحايا امبارح بالهند. يعني في الواقع شيء مؤسف إنك تشوف العالم عم بحطوها بالمحارق، لانه ما فيش مجال يدفنوا، صاروا يحرقوا الجثث. فطبعا فلذلك على زي ما بتحكي انه الناحيه النفسيه طبعا 100% بتاثر، وبتخلي الناس يعني حتى يعني عدم السيطره. في الواقع في عدم سيطره بصير في بعض الاحيان، لكن خلينا ناخذ الناحيه الكويسه من الصيام، اللي هي تدعينا للهدوء، تدعينا للمحبه، لهذا، وتخلينا شوي يعني نركز، وشوي يعني فكر بس بالناحية الروحانية اللي تجرك للشغلات الكويسة وتبعدك عن الكآبة. لأنه كثير من المرضى الاكتئاب والمرضى النفسيين أو الاضطرابات النفسية لما بيصوموا سواء صوم عيد الفصح أو سواء رمضان بيرتاحوا نفسيا،
لانه بتحسن نفسيا، عنده شغلات روحانيه عم تتجدد فيه، وخاصه انه عم بيقلد اهله وعم بيمشي معاهم بالصوره الحلوه اللي عم بيمشوا فيها. لانه كمان يعني بالفترات هذه برمضان نعلم الاطفال بالذات على الشغلات الحلوه اللي لازم يعملوها، عمل الخير مثلا، اطعام الفقراء، اطعام، ناخذهم يعملوا الاعمال التطوعيه. مش غلط ناخذ الطفل، يعني مش ضروري احنا نصومه غصب عنه. بتعرف الطفل يعني بعد ال6 7 سنين اوكي، بس قبل ال7 سنين اذا بدك تصومه علمه انه صوم له كم من ساعه بس، يعني واعطيه جائزه كل يوم بيومه على الساعات اللي صامها، حتى هو يشعر بانه عم بيعمل شيء كويس. واحسن واحسن انت لما تاخذه يعمل شغلات خير للناس، يعني ياخذ اكل لعائله فقيره مثلا، يطعم جعان. فهذه شغله انت عم بتنمي فيه شغلات الخير والمحبه بطريقه غير مباشره، واستغلت انت الصيام بانك تعمل له اياها مدرسه، يعني انه الطفل يبلش بالشغلات المنيحه من صغره. ما نفرض عليه الصيام زي ما قلت لك، لانه نعطيه ساعات معينه للصوم، وعلى كل ساعات بيصومها احنا نعطيه جواز. الاكراه بالاطفال يعني شغله غير محبذه، ونتائجها بتكون على المدى البعيد سلبيه، خاصه سلبي. هلا مع الحبسه وايام الكورونا الاطفال ما عم بيقدروا يلعبوا، ما عم بيقدروا. مرات لما بتطلع قوانين الحجر الصحي بتتعقد الامور اكثر مع الاطفال، وخاصه انه ما عم بيروحوا على المدارس، يعني هذه كمان اصعب واصعب. واذا الاطفال عايشين بشقه فيعني ما عندهم لا باك يارد يلعبوا فيه ولا ساحه ولا شيء، اكيد راح تاثر على نفسياتهم، وبالتالي بتنرفز الاهل معاهم الصايمين. لانه الاب والام اذا ما كان عندهم هذاك الصبر والهذا، راح يعني تطلع معاهم يعني الشغله صحيح في رمضان صحيح مع الصوم والتغيرات الهرمونيه اللي صارت، وخاصه اول ايام من الصيام. يعني هذه النقطه اللي كثير مهمه. نعم، معلومات مهمة جدا دكتور. أنا بالنهاية بدي منك تعطينا شوية نصائح، أنت أعطيتنا شوية نصائح نعم بس نلخصها عشان نعمل هذا التوازن النفسي خلال فترة الصيام، سواء لإخواننا المسيحيين أو لإخواننا المسلمين، بحيث إنه يكون في توازن نفسي، هدوء، طمأنينة روحانية، سواء بموضوع النوم أنت حكيته، الأكل، الأطفال، كل هاي نعم الشغلات، لو تلخص لنا إياها سريعا في كم جملة. في الواقع أول شيء نقول لهم مرة ثانية كل عام وأنتم بخير جميعا، وإن شاء الله ينعاد علينا السنة الجاي، ونرجع نشوف بعضنا ونحضن بعضنا ونعيد مع بعضنا ونفرح مع بعضنا. في الواقع يعني خلوا الصوم، يعني شو بدي أقول لك، أهدافه تقرب لربنا قبل كل شيء، خاصة بهالظروف الحالية، إنه يزيدنا قرب لربنا يعني بهالايام، الايام البركه وايام الصعوبه اللي هي امتحان لنا كلياتنا في الواقع هاي الشغله. ونشعر مع الفقير، نشعر مع الجائع، نلجا للعمل التطوعي بهالايام هذه، لانه افضل شيء انك تعمل اعمال خير بهالايام هاي بالذات، يعني حتى تنمي جواك هالشغله الطيبه، وتنمي قدام اولادك وتعلمهم هاي الاسلوب الحلو هذا بالشهر الفضيل وايام الصيام الفضيله هذه. ونبتعد عن شهواتنا اللي كنا متعودين عليها، حتى في ناس يعني متعود انه ياخذ له كاس، متعود انه يشرب له 10 سجاير كذا. هذه انت لما بتبتعد عن هاي الشهوات الاساسيه، حتى لو طول شهر رمضان ابتعدت عنها، انت عم بتنمي جواك الشغلات الطيبه، وعم تدعس برجلك على الشهوات اللي مفروض يعني انه انت تكون قدها، عرفت كيف؟ وبنفس اللحظه نضب لساننا عن الاذى، لانه اذى اللسان يمكن من اكثر الشغلات اللي الناس يعني بتواجهها، لانه مش بس الاذى بالعصايه والاذى باليد، لا، اذى اللسان يمكن مرات تكون جارح اكثر. فالشغلات هذه المهمه، مهم طبعا نعرف اصحاب الامراض النفسيه انه بحاجه لمساعده برمضان، ما نجبرهم، نوعيهم لهالموضوع، نخلهم يجربوا قبل الصيام هاي المراحل، وعن طريق كمان طبيبهم النفسي، وكمان الستات الحوامل برضو عن طبيبهم النفسي، مرضى السكري يراجعوا طبيبهم قبل الصيام. وانا متأمل انه الامور تمشي على خير، بالرغم انه الصيام 16 ساعة، لكن اذا في ارادة جوانا وفي محبة وفي نوايا الخير موجودة، وهي إن شاء الله بتكون موجودة، أكيد راح نتجاوز كل هالشغلات.
دكتور منير، أنا بدي أشكرك مرة ثانية من صميم قلبي اللي أعطانا هذا الوقت باسمي وباسم جميع المشاهدين. بدي أعيد شكرا عليك لك. بمناسبة الأعياد المجيدة، إن شاء الله تنعاد عليك وعلى جميع إخواننا في حول العالم إن شاء الله بالخير إن شاء الله والبركة. إن شاء الله إن شاء الله. مرة ثانية شكرا شكرا نحكي. شكرا لكم، شكرا لقناتكم، وكل أمنيات التوفيق، وكل العام والخير لكل العالم إن شاء الله إن شاء الله. آمين شكرا آمين. شكرا. مرة ثانية بنحكي إنه الصيام هو لتهذيب النفس وتهذيب الجسد، لا تستغلوا هذا الشهر بالأعمال الخاطئة والتخبيص في الأكل والتخبيص في النوم والتخبيص في العلاقات النفسية وتخبيص مع علاقات الآخرين، بالعكس استغلوه لتحسين النوم، لتحسين الجسد، لتحسين نعم الحالة النفسية، وإن شاء نعم الله إحنا وياكم بنستفيد من هذا الشهر ومن أي إشي بنقوم فيه. ونراكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إن شاء سلام الله. عليكم. شكرا شكرا.